معظمنا بنقضي أكتر من 90% من أوقاتنا داخل المباني، سواء كانت في السكن أو في العمل، حتى إن أوقاتنا اللي بنقضيها في المتعة والترفيه بقينا بنقضيها قدام التليفونات والكمبيوتر داخل جدران المباني، في حين إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا بطبيعة خلابة ومناظر جميلة لو قعدت فيها لفترات طويلة هتمتع بصرك وهتريح أعصابك وهتبعث السكينة في النفوس وهتكون فيها علاج لكتير جدا من الأمراض، وكمان بتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة اللي محتاجها لإتمام الكثير من الوظائف الحيوية. فالتعرض كل يوم للشمس أثناء الشروق أو الغروب من 15 إلى 20 دقيقة وما تنتجه من أشعة فوق بنفسجية، ده بيمنح الجسم ما يحتاجه من فيتامين د. هذا الفيتامين المهم جدا اللي بيحافظ على مستوى الكالسيوم في الدم في المعدل الطبيعي بتاعه، ومن ثم يعطي العظام القوة والصلابة اللازمة لتحمل أعباء الحياة. كما يرتبط أيضا فيتامين د بحماية أجسامنا من بعض السرطانات مثل سرطان الثدي والقولون. كذلك أيضا يرتبط فيتامين د بحماية الجسم من بعض الأمراض زي مرض السكري وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتصلب اللويحي المتعدد والتهاب المفاصل، كذلك بعض أمراض الجهاز العصبي المركزي زي الزهايمر، كذلك أمراض القلب والأوعية الدموية. تخيل أنك ممكن تحصل على كل هذه الفوائد والحماية الربانية مجانا فقط عن طريق أنك تعرض جلدك من 15 إلى 20 دقيقة كل يوم إلى أشعة الشمس أثناء الشروق وأثناء الغروب. فتخيل معايا كده إيه اللي ممكن يحصل لو حبسنا واحد في مكان مظلم ومنعنا عنه الشمس لفترات طويلة. هو ده اللي احنا هنتعرف عليه في الحلقة دي. بس لو دي اول مرة تشوفني فاحنا هنا على القناة بتدردش بهدف نشر الوعي الطبي بالادلة العلمية الموثوقة ومحاربة الدجل والنصب باسم الطب والمعلومات الطبية الخاطئة المنتشرة على السوشيال ميديا. فلو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. انا محمد ياسر، طبيب بطنة وعينية مركزة، ودي دردشة صحية. انا حبيت ابدا الحلقه بالمقدمه دي علشان اوضح لك اهميه فيتامين د وارد بيها على الناس اللي افتكرت ان الحلقه اللي فاتت معموله علشان اقول للناس ان فيتامين د مضر، رغم ان انا وضحت في كذا موضع ان يا جماعه فيتامين د مهم جدا جدا علشان نقدر نعيش حياه صحيه سليمه، ولكن انا كنت بحذر من زيادته زي ما بحذر برضو من نقصانه. قلت يا جماعه نقصه خطر وزيادته كمان خطر. يمكن انا ركزت شوية على الزيادة علشان السوشيال ميديا كلها تقريبا بتتكلم عن النقصان واضرار النقصان ومحدش بيتكلم عن الزيادة، لدرجة ان معظم الناس دلوقتي بقوا مقتنعين تماما ان فيتامين د ده وجبة رئيسية لازم تتاخد كل يوم علشان صحتنا تبقى كويس. فانا ببساطة في الحلقة اللي فاتت كنت بقول لا يا جماعة الموضوع مش كده، لازم نكون حذرين جدا واحنا بنتعامل مع الحاجات دي علشان في رينج احنا بنلعب فيه، فما ينفعش نقل عنه وما ينفعش نزيد عنه. لكن لو جينا نتكلم عن أهمية فيتامين د، لا فيتامين د مهم جدا جدا، ووضحت ده في الحلقة اللي فاتت وقلت يا جماعة ان احنا ما ينفعش نعيش من غير فيتامين د. فلو انت عندك نقص فيتامين د لازم تاخد فيتامين د، ولو عندك زيادة في فيتامين د فدي هتبقى مشكلة كبيرة جدا. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها باستفاضة عن فيتامين د واهميته وايه اللي ممكن يحصل لو نقص، وكمان اتكلمنا عن الاضرار اللي ممكن تحصل لو اخدنا فيتامين د بجرعات عالية وبدون الرجوع الى الطبيب. الحقيقة جات لنا اسئلة كتير قوي على الفيديو اللي فات، كمان في بعض الناس اللي ما عجبتهاش القصة بتاعت الحلقة اللي فاتت واقترحت ان احنا نقول المعلومات بشكل مباشر. علشان كده انا قررت اعمل فيديو تاني عن فيتامين د علشان الخص الحلقة اللي فاتت وكمان اجاوب على الاسئلة اللي انتوا سألتوها على الفيديو اللي فات. بس لو انت لسه ما شفتش الفيديو اللي فات هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس اسفل الفيديو، يا ريت تبص عليه وترجع تكمل معانا الفيديو ده. فيتامين د ده باختصار كده هو واحد من اهم الفيتامينات اللي موجوده في جسمنا واللي بيدخل فيه كتير جدا من العمليات الحيويه، ولكن بيبقى موجود في صوره غير نشطه وبيكون متخزن تحت الجلد. اول ما الجلد بتاعنا بيتعرض للاشعه فوق البنفسجيه اللي بتجيلنا من الشمس بيتحول الى مادة اخرى بتروح للكبد علشان تتحول لمادة تانية تروح للكلى، الكلى بتحوله الى فيتامين د النشط اللي بيقوم بالوظائف بتاعته. وقلت لك في الحلقة اللي فاتت ان اللي بينظم العملية دي كلها هرمون الغدة الجارد الرقي، وده لانه هو اللي مسؤول عن تنظيم الكالسيوم والفوسفورس في الدم. طب دور فيتامين د ايه في الموضوع ده؟ فيتامين د بيزود امتصاص الكالسيوم من الامعاء علشان يزوده في الدم، وده بيحصل لما الكالسيوم يكون قليل في الدم. طب هل فيتامين د مهمته بتقتصر على ان هو ينظم الكالسيوم في الدم بس؟ الاجابه لا،
وجدوا ان معظم الخلايا بتاعت جسمنا اللي فيها نواة بتحتوي على مستقبلات مخصوص لفيتامين د، يعني اماكن محددة بيشتغل عليها فيتامين د. علشان كده بيعتقد كتير جدا من العلماء ان فيتامين د ده مهم جدا لكل الخلايا، والا ما كانش هيبقى له مكان مخصوص في كل الخلايا دي. فدوره مش بيقتصر بس على موضوع تنظيم الكالسيوم في الدم ده، والحقيقة ان الابحاث كل يوم بتثبت لنا صحة الكلام ده. فوجدوا ان هو بيحسن المناعة بشكل عام، كمان بيمنع الاصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحاد، كذلك بيقلل من فرصة حدوث بعض السرطانات زي سرطان الثدي والقولون. كمان وجدوا انه ممكن يقلل فرصة حدوث بعض الامراض المناعية زي تصلب اللويحي المتعدد والذئبة والتهابات المفاصل. ولكن لازم انبه تاني وتالت وعاشر ان مش معنى كده ان احنا لازم ناخد فيتامين د من بره كمكملات غذائية، وانما الكلام هنا على ان فيتامين د يكون في المعدل الطبيعي بتاعه وهو هيعمل لك الكلام ده كله. طب ايه بقى اللي ممكن يخلي واحد طبيعي عنده نقص فيتامين د؟ اول حاجة واهم حاجة انه ما بتعرضش لاشعة الشمس بشكل كافي. 15 دقيقة الى 20 دقيقة كل يوم تتعرض فيهم للشمس كافية جدا علشان تديك فيتامين د اللي انت محتاجه. افضل توقيت تتعرض فيه لاشعة الشمس بتكون اثناء الشروق واثناء الغروب. كل ما كانت اشعة الشمس عمودية على الارض، يعني وقت الظهر، كل ما ده كان فيه خطورة عليك وما استفدتش منه حاجة. وكل ما بعدت عن هذا التوقيت، يعني رحت ناحية الغروب او ناحية الشروق، كل ما ده كان افضل ليك وخدت الفايدة بتاعة الشمس. السبب الثاني ان يكون عندك سوء هضم، او انك مش بتحصل على فيتامين د من الغذاء بتاعك بشكل كافي، وده اشهر مثال له الاطفال. للأسف لبن الام ما بيكونش فيه فيتامين د بشكل كافي، فبالتالي لازم الطفل يعوض ده من بره عن طريق ان هو يعرض نفسه لأشعة الشمس، كمان يحاول ان هو ياكل الاكل يكون فيه فيتامين د بكميات كافية. انا قلت لك ان فيتامين د علشان يتحول من صورة غير نشطة الى صورة نشطة لازم يعدي الاول على الكبد وعلى الكلى، فبالتالي الناس اللي عندهم مرض في الكبد او مرض في الكلى بيمنع تحويل فيتامين د من صورة غير نشطة الى صورة نشطة، هيكون عندهم نقص فيتامين د حتى ولو كانوا بيتعرضوا لأشعة الشمس. كذلك برضو بعض امراض الجهاز الهضمي واللي بيكون فيها سوء امتصاص للدهون، لان زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت ان فيتامين د بيمتص في الدهون، فبالتالي بيحتاج دهون علشان يقدر يمتص بشكل كويس. فلو انت عندك اصلا مشكلة في النقطة دي مش هتعرف تمتص فيتامين د اللي جاي لك عن طريق الاكل. وبما ان فيتامين د بيمتص في الدهون، فخلايا الدهنيه اللي موجوده في جسمنا بتاخد اكبر قدر من فيتامين د وما بتخليهوش بيقدر يتحرك بشكل كويس. فبالتالي الناس اللي عندهم دهون كتير، اللي عندهم سمنه يعني، بيكون عندهم نقص فيتامين د. ليه؟ لان فيتامين د اللي موجود في جسمهم متخزن في الخلايا الدهنيه ومش عارف يشتغل. كذلك برضو في بعض الادويه اللي بتسبب نقص فيتامين د، على راسهم الدكساميثازون وبعض المضادات الفطريه. طب ايه العلامات او الاعراض اللي ممكن تظهر عليا لو انا عندي نقص فيتامين د، او ممكن اشك ان انا عندي نقص فيتامين د؟ لو انت عندك نقص فيتامين د بنسبه قليله غالبا مش هيكون عندك اي اعراض، ولكن ده للاسف هيعمل لك مشاكل فيما بعد، هيخلي العظام بتاعتك هشه وسهلة الكسر. علشان كده يفضل انك تخلي فيتامين د بتاعك في الرينج الطبيعي، لا اقل ولا زيادة. لكن لو فيتامين د نقص بنسبة كبيرة، فده غالبا هيجي بمجموعة كبيرة من الاعراض، على رأسها الشعور بالتعب والارهاق، هيعمل لك مشاكل في النوم، يعمل لك مشاكل في المود بتاعك، وممكن يدخلك في اكتئاب، يعمل لك وجع في العضلات وفي العظم، ممكن يضعف الجهاز المناعي بتاعك فتدخل في التهابات بشكل مستمر. عند الاطفال بيعمل الكساح وبيخلي العظام بتاعتهم هشة، وكذلك الاسنان برضو بتاعتهم بتكون ضعيفة. كذلك زي ما قلت لك ان فيتامين د لما بيقل الكالسيوم هو كمان هيقل، وده في حد ذاته ممكن يعمل لك مشاكل كتير على مستوى القلب او على مستوى الجهاز العصبي والعضلات، والموضوع ممكن يوصل في بعض الاحيان الى تشنجات. طب ازاي اعرف بقى اذا كان عندي نقص فيتامين د ولا لا، وايه التحاليل اللي ممكن تتعمل؟ والله زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت، الدكتور لازم بيفحصك الاول ويعرف التاريخ المرضي بتاعك، ولو شك ان انت عندك نقص فيتامين د بيطلب حاجه اسمها 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول، وده الصوره بتاعه فيتامين د اللي بتطلع من الكبد. فخلينا نقول عليها كده مجازا فيتامين د. يبقى احنا بنقيس فيتامين د في الدم، لو طلع اكتر من 20 نانو جرام لكل ملي لتر فده طبيعي، اذا كان من 12 ل 20 فده يعتبر مش كافي ومحتاج انك توصله لحد ال 20، اما اذا كان اقل من 12 فده كده يعتبر عندك نقص فيتامين د، وده غالبا اللي هيجي بالاعراض. اكتر من 50 ده يعتبر زياده فيتامين د، وده ممكن يدخلك في مشاكل الزياده اللي انا كلمتك عليها المره اللي فاتت. كذلك برضو الدكتور ممكن يطلب منك تحاليل تانية زي هرمون الغده الجردرقيه والكالسيوم. طيب لو خلاص الدكتور شخصك انك عندك نقص فيتامين د، العلاج هيكون ايه؟ اولا لازم ينصحك بانك تعرض نفسك لاشعه الشمس، كمان هينصحك ببعض الاكلات اللي بتحتوي على فيتامين د زي التونه وسمك السلمون وصفار البيض والكبد البقري، كذلك ايضا الحليب ومشتقاته، الفطر، زيت كبد الحوت،
بعض الاطعمه المدعمه. كذلك برضو الدكتور ممكن يديلك فيتامين د على هيئه حقن او اقراص، وهنا فيتامين د بيكون علاج مش مكمل غذائي. طب كان في حد سالنا المره اللي فاتت الشخص البالغ بيحتاج كم وحده فيتامين د؟ الشخص البالغ بيحتاج من 600 الى 800 وحده دوليه من فيتامين د، اللي هو ما يعادل 15 الى 20 مايكروغرام. غالبا لو الدكتور كتب لك فيتامين د في صوره ادويه هيخليك تاخد الكورس ده لمده 3 شهور، وبعدين هيعيد تحليل فيتامين د علشان يتابع. طيب فيتامين دي 2 ولا دي 3؟ غالبا الدكتور هيكتب لك فيتامين دي 3 لان هو الصوره النشطه من فيتامين د. طب هل الافضل ناخد فيتامين د لوحده ولا ناخد كمان معاه فيتامين كاف؟ والله في بعض الدراسات اللي اتعملت واثبتت ان فيتامين د لما بيتاخد مع فيتامين كاف وخاصه K2 ده بيزود من امتصاص الكالسيوم، وبالتالي بيحسن من كثافه العظم، فهما الاثنين بيزودوا عمل بعض. لكن هل ده افضل ولا لا؟ هتختلف طبعا على حسب الموقف وعلى حسب الدكتور بتاعك. ليه؟ زي ما قلت لك ان مش كل زياده بتبقى نافعه، ممكن تبقى مضره في بعض الاحيان، فالدكتور هو اللي هيقرر اذا كان ده لصالحك ولا ممكن يكون في ضرر ليك. كان في سؤال على الفيديو اللي فات بيقول هل فعلا فيتامين د والزنك وفيتامين سي هم اساس المناعه وبيرفعوا المناعه؟ بص، هو مفيش حاجه اسمها كده، المناعه دي مفهوم اوسع من كده بكتير. بلاش يقتصر ذهننا على ان الفيتامينات والمعادن هي اللي بترفع المناعه، ولو ما خدناش مناعتنا هتقع والجو ده. لا، جلدك يعتبر من المناعه بتاعتك، شعرك من المناعه بتاعتك، كرات الدم البيضاء من المناعه بتاعتك. المفهوم بتاع المناعه مفهوم اكبر من ده بكتير واعمق من كده بكتير. ومفيش حاجه اسمها خد ده من بره هيزود لك المناعه. زياده المناعه قد تكون مضره زيها زي نقص المناعه، بالظبط زي ما قلت لك احنا في رينج بيبقى محدودين بيه. الزياده خطر والنقص خطر. وانتوا اكيد سمعتوا كتير قوي عن الامراض المناعيه اللي لما المناعه بتبقى فيها نشطه بزياده بتروح تضرب بعض الخلايا وبتموتها، وممكن تكون الخلايا دي مفيده زي مثلا خلايا الكبد او خلايا الكلى. فبالتالي زياده المناعه مش ده التارجت بتاعنا، احنا عايزين نخلي المناعه بتاعتنا بشكل طبيعي. طب اعمل كده ازاي؟ ببساطه كل اكل صحي وتعرض للشمس والعب رياضه وخلاص. وبالنسبه للاطفال في حاجات كتير قوي بتحدد اذا كان الطفل ده هيبقى مناعته قويه ولا مناعته ضعيفه، على حسب والله اذا اتولد على 9 شهور ولا 7 شهور. اللي اتولد على 7 شهور ده بتكون مناعته اضعف من اللي اتولد 9 شهور. كذلك لو بيرضع طبيعي ولا بيرضع صناعي، اللي بيرضع طبيعي طبعا بتبقى مناعته اقوى، وهكذا. الموضوع بيختلف على حسب التغذيه والبيئه، كل ما كنت ماشي بشكل طبيعي كل ما ده كان في مصلحتك وكل ما كان احسن. انما هتاخد حاجات من بره عشان تزود بيها المناعه، لا غلط، ده هيبوظ لك الدنيا وبالعكس ممكن هو اللي يضعف لك المناعه. تهيألي كده انا جاوبت على معظم الاسئله اللي اتسالت على الفيديو اللي فات، واعتقد ان الفيديو ده كده لخص فيتامين د. ويا ريت لو انا نسيت حاجه او في اسئله ثانيه انتوا حابين تسالوها يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات تحت الفيديو، او تبعتوها لي على اكونت الانستجرام اللي هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس اسفل الفيديو. اتمنى ان الفيديو ده يكون افادكم ولو بجزء بسيط، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت. انا محمد ياسر ودي كانت دردشه صحيه.